القبيضات الحبيبات، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير البنات وبصحه جيده ان شاء الله. البنات، عندي شي موديلات ديال قفيطنات هكا اللي خفاف اللي براندة وجلالب، وقلت هكا نشاركهم معكم قبل ما يديوهم ماليهم. هذه الجلابه الاولى، هذه فيها التنبات البنات، جاو فيها التنبات هنايا في هذا الديكوتي، وجات كلها مخدومه براندة على جوج دقات من هنايا، رقيقه جوج شعرات هبطت لتحت في صاله عاديه ضغوه بالفتيحات في الجناب، خدمنا ليهم هنايا سنينات. كل هذا دازت بالدرس على جوج، ها نتوما. والفينيس البنات كيف ما تنقول لكم دائما، جلابه جات زوينه صحه مولاتها. هنا درنا لها تنبات في الزمرد، في الارجونتي وفي الديغرادي ديال اللون ديال الثوم. مولاتها بغات داكشي خفيف، وصبنا لها جلابه خفيفه بصحتها وراحتها. عندنا هذا قفيطين ديال الكريب، جا فهاد داك الفيغ مصفر، وخدمته هنايا ب براندة على جوج شعرات البنات، رقيقه بسبوله هابطه باللوينات. نقرب لكم تشوفوا هابطه باللوينات. درت ليها الغوج بريك واختاريت ليها الزيتي ولون الثوب، هبطت هكا دقه دقه حتى لتحت. شوفوا الخدمه البنات كي دايره، خدمه رقيقه بالسبوله محبوكه على جوج شعرات. الملاقيه حتى هي دازت، هانتوما حتى هي دازت باللوينات. ودرنا المولات افتتاحات في الجناب، الدريس داز غير بلون واحد هنا في الجناب، هنايا داز الدريس باللوينات وفي الكل. جا قفيطين خفاف خفيف ديال الدار ديال المناسبات هكا اللي خفافين. هذه البنات الجندوره اللي كنت فصلت معاكم، ها نتوما كيفاش جات، جات زوينه وتتناسب كاع لي طاي، تخدمات بالكروشي. الكروشي حتى هو تيجي زوين البنات، ها هو تخدمات بالكروشي، ها هو على ثلاثه شعرات. هذه سباليونيه جات زوينه، الله يعطي الصحه للسيده اللي خدماتها، جات زوينه. مولاتها ما بغاتهاش تنبت، نورمالمون كنبتوها من هنايا بحجيرات، لكن مولاتها بغاتها هكا خفيفه. شوفوا الدريس البنات اللي جا في الكل زوين، ونفس الدريس هو اللي درنا هنايا في الكميمات، جات فنيونه. هذه مولاتها في طنجة، يوصلوا لها ان شاء الله تلبسهم بالصحه والعافيه. عندها هذا وعندها هذا، هذا قفيطين اخر، هذه مولات ان شاء الله نتمنوا لها الفكاكه على خير وبخير، مولات حامله ان شاء الله الله يكمل عليها بخير. خدمناها براند رقيقه، ها هي غورميت والسامبل هنايا. دخلنا لها هنا شويه المارو، ما بغاتش اللوينات، بغات تكتفي غير بالمارو بوحدو. هنا دوزنا ليها دريس ديال البريوه، انتوما كيجا بجوج اللوينات. الفصاله ديالها هذه ايفازي بالفتيحه القدام، انتوما ها الفتيحه ديالها جات القدام، جا زوين وخفيف. هنا طلعنا بسنينات في هاد البلايصه هادي، حتى لهنا عاد دزنا بالدريس ديال البريوه. شوفوا كي جا البنات، شوف كيحمقني هاد الدرس هذا، كيجي غزال وزوين ومتيول بصحتها وراحتها. وهذا قفيطين المضمه ديالو مازال ما وجدات، لكن قلت اللهم نصوروا لكم. هذا في المليفه، نتوما تخدم من هنايا بالمردوخ. شوف رشيمه كي جات البنات، غزاله رشيمه. مولاتو جابت الفوال ديالها، هو اللي خدينا لها اللون عليه، اللون عليه. شوفوا كي جات رشيمه، جات فنه. نتمنى تكون باينه لكم في الضو، اللوينات زوينين. دخلنا البرونز، دخلنا المخيطر، هذا هذا الصفيفر، هذا تا هو تيجي زوين. الغوج بريك تا هو تيجي مخير. شوفوا الدريسه البنات
مولاتو بغات كول في هكا. شوفوا طريس كيفاش جا، جا غزال الدرس واقف، نعطى الصحيحة اللي خدماتو. تخدموا الدريسة تاهما بالألوان. بالنسبة للفصالة هذا فصالة ضغوة، هابط من هنايا شبيكة ديال الراندا على جوج دقات، جوج شعرات وجوج دقات نيت، هابطين باللوينات اللي تخدموا هنايا في الطرز. جات غزالة، القفطان جا فن. هانتوما الكميمات ديالو، شوفوا الدرس البنات، شوفوا الطريس زوين، ونجا الدرس واقف غزال. الملاقية كاملة البنات 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 الملاقية كلها دازت باللوينات، وجات فيها الفتيحة في الجناب. هانتوما شوفوا الفتيحة، تاهي مشات بالخديمة هكا، هاد الخويط تزقل لينا هنايا تنحيدو. هانتوما مشات كلها هكا بالدرس، تاهي في اللوينات جات غزال، جا غزال هاد القفطان. مفتحة بطبيعة الحال كبيرة، لحقاش مولاتو غتحزم عليه، المضمة ديالو باقية يلا غيجيبها ليا السيد. جا زوين بصحة وراحة مدام سعاد، فتنك جا غزال. وهاد الموديل غني على التعريف، باقي تنخدموه. هانتوما في التخراق، جا هنايا في الكول، وهنايا خديمة رقيقة على جوج شعرات ديال الراندا كيف ما قلت لكم. هذا فصال ديالو وجب ليا، هذا ديجا شاركت معكم واحد في حالو ديالي يمكن. هذا ديال السيدة، هانتوما هذا مولاتو من مدينة مراكش، ان شاء الله يوصلها بالصحة والعافية، تلبسو ان شاء الله بالصحة والعافية. هانتوما جات كيما قلت لكم الفصالة ديالو خزانية وبالفتيحات في الجناب، سنينات رقاق، جوج سنينات رقاق. وهنايا نورمالمون كندورو ليه سنينات هنايا، مولاتو مبغاتش، بغات يبقى هكا بصحتها وراحتها. حتى لهنا البنات سالا لا فيديو ديالنا، بغيت نشارك معكم الموديلات اللي خرجوا هاد الاسبوع هذا قبل ما يديوهم واليهم بصحتهم وراحتهم. ان شاء الله يوصلوا اللي غادي نصيفطوهم اليوم، ان شاء الله غادي نصيفطوهم غدا ان شاء الله في امانه، يوصلوا باذن الله ليهم بالصحه ويلبسوهم ان شاء الله بالصحه والعافيه بصحتهم. شكرا لكم البنات على التتبع ديالكم، ما تنساوناش في لي لايك لي جيم، ما تنساوناش في لي جيم. وشكرا والسلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.